نعتذر عن انقطاع الخدمة نظرا لوجود شركة وي في مصر. بجد والله يعني انا شخصيا يعني موضوع الانترنت في مصر ده اتخنقت منه بشكل مش طبيعي. وللناس اللي ما تعرفش بمناسبة بقى اللي حصل دلوقتي، على فكرة انا كنت واحد من الناس اللي كانت مشاركة في بيج انترنت ريفوليوشن وثورة الانترنت والفيلم اللي حصل سنة 2013 دون. ويا ريت الشركات اتعلمت والله. يعني انا والله انا اللايف طلعته على 4 مرات لغايه دلوقتي. انا كل شويه انترنت ديسكونكشن انترنت ديسكونكشن، والمشكله ما في يعني ما فيش مشكله عندي. يعني انا واثق من الراوتر والانترنت كونكشن اللي موجود عندنا، مفيش مشكله خالص عندنا. المشكله يلا الله يسامحهم بقى بتوع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبتوع وي وبتوع تي داتا ولا بتنجان دول، الله يسامحهم. يعني نرجع لموضوعنا، كان في حد بيسالني في الفيديو اللي فات ايه اهم الحاجات اللي انا المفروض اخد بالي منها او ان انا اشوفها في الانسايتس بتاعت الصفحه علشان اعرف الصفحه بتاعتي ماشيه كويس ولا لا. دايما نشوف معدل الاورجانيك ريتش بتاعك واصل لغايه فين، والاورجانيك الانجيجمنت بتاع البوستس بتاعتك ماشيه لغايه فين، وشوف دايما ترتيب صفحتك وسط المنافسين بتوعك. دي 3 حاجات مهمه جدا في الانسايتس لازم تاخد بالك منها. وانت عموما لما بتنزل اورجانيك بوست ايه اللي بيحصل؟ يعني بيبقى فيه تفاعل على البوست بتاعك ولا ما بيبقاش فيه؟ فده نقطة مهمة جدا لازم تبدأ تاخد بالك منها. يعني لأن الفيسبوك للأسف الشديد بدأ يضيق حلقة الأورجانيك ريتش دي قوي، يعني بيضايقها جدا، لأن هو في الأول في الآخر هو مؤسسة تهدف إلى الربح، هو عايز يعتمد إن أنت تعمل إعلانات سبونسر كتير وتمول كتير، فدايما هو بيقلل من الأورجانيك ريتش. بس برضو الأورجانيك ريتش ليها حل. إيه هو الحل؟ إن أنت ده أنا قلته قبل كده، إن أنت تنزل ببوستس كتير، تتفاعل مع الجمهور بتاعك، تلعب على الترندات. الهاشتاج في البوست ده اهم ما في الموضوع كله، لازم تنزل بهاشتاجنج في البوستس بتاعتك، وهاشتاجنج تكون ليها علاقه بالتارجت اودينس اللي انت بتستهدفه. يا رب اكون انا كده جاوبتك على سؤالك يا استاذ، مش فاكر بصراحه كان اسمه ايه، ممكن محمد ياسين تقريبا. ولو حد عنده اي سؤال تاني يتفضل. واستاذنكم بس لو في اللي بيتفرج معايا على الفيديو دلوقتي او الفيديو اللي فات، يا ريت نعمل شير للبوست علشان نجيب اكتر ناس والناس تستفيد معانا. انا كمان هعمل شير للبوست دلوقتي. طيب مين تاني عنده سؤال للناس اللي معانا على اللايف دلوقتي؟ قول لي مجالك ايه وشغال في ايه، ولو عندك مشكله بتقابلك في التسويق على السوشيال ميديا ممكن تقولها لي او تكتبها لي في كومنت وانا ابدا. انا ما سمعتش معلش الثلاث نقط بتوع الانسايد، بس كان فصل. هقول لك تاني ال اللهم صل على سيدنا محمد. الاورجانيك ريتش، الاورجانيك انجيجمنت بتاعت البيج بتاعتك، دول نقطتين مهمين جدا. تشوف الاورجانيك ريتش عندك على الصفحه بيعمل ايه كل شهر او كل اسبوع، مش كل شهر كمان، والاورجانيك انجيجمنت انا بتكلم على التفاعل اللي بيجي على البوست على البوستس الاورجانيك، تمام؟ وركز دايما مع عدد الفولورز بغض النظر عن عدد اللايكس. سيبك من عدد اللايكس بتاعت الصفحه كام، ركز مع عدد الفولورز الناس اللي بتابع الصفحه بتاعتك قد ايه. لو انت عايز بقى تعلي من الاورجانيك ريتش بتاع الصفحه بتاعك، دايما حاول تعمل فيديوز لايف على الصفحه تشرح فيها المنتج او البرودكت او السيرفيس اللي انت بتقدمها. دايما خلي البوستس الاورجانيك بتاعتك تبقى فيها هاشتاج ليها علاقه بالتارجت اودينس اللي انت بتستهدفه. دايما خلي ما تكتفيش ببوست واحد او بوستين في الاسبوع، انت على الاقل دايلي لازم تبقى بتنزل بوست كل يوم، والبوست يبقى الكونتنت بتاعه هادف. ما ينفعش البوستات بتاعتك كلها تبقى اعلانيه، دايما حاول تنزل حاجه ليها علاقه بالجمهور بتاعك. يعني ده اجابتي على استاذ محمد ياسين. ولو في عندك اي سؤال تاني انا معاك يعني، بس هو انا عايز ناس تانية تسال يعني. مفيش حد تاني عنده اسئله؟ الناس كلها الدنيا بالنسبه لهم حلوه يعني في السوشيال ميديا. مين عنده تاني اي سؤال؟ انا معاكم، يلا بينا. تعالوا نشوف معانا كام واحد اصلا في اللايف، كام واحد بيتفرج علينا دلوقتي. ده لسه شويه، ده احنا يا دوبك 23 واحد، ده عايزين نزود الموضوع شويه يا جدعان. يلا بينا، مين عنده اي اسئله؟ انا معاك برضه يا استاذ محمد، لو عندك اي اسئله تانية معاك اتفضل. مش عارف الناس يعني شافت الفيديو اللي فات وانا بتكلم على الباندويتس ولا لا، لان ده من ضمن الحاجات اللي كانت مهمه جدا 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 في حدوته شغله الويب سايت والموبايل ابس والقصه دي.
مين تاني عنده اي اسئله؟ حد عنده اي سؤال بخصوص السوشيال ميديا، بخصوص الماركتنج بتاعتك؟ بتواجهك مشاكل في الصفحه بتاعتك؟ بتعمل اعلانات وما بتجيبش نتيجه؟ طيب تعالوا نتكلم في موضوع مهم جدا، اعتقد ان هو هيفيد ناس كتير، اللي هو الناس اللي هي بتبيع البرودكتس. الاول كان الناس اللي بتيجي تبيع منتجات اوريجينال او كوبي او هاي كوبي. طيب الاول كان الموضوع عادي، كان الناس بتبدا تنزل اعلانات اوريجينال برودكتس اوريجينال او هاي كوبي او كوبي، وكانت الاعلانات بتتقبل وما كانتش فيها اي مشكله. بعد كده حصل اللي هو مؤخرا الناس عارفاه، لان في ابديت حصل على الموضوع ده انا هقوله دلوقتي، اللي هو لو انا باجي اعمل اعلان لمنتج كوبي او هاي كوبي زي البرفيومز، زي التيشيرت، زي الكتاشي، زي الساعات، الاعلان غالبا بيحصل له ديس ابروفال، ولو حصل له ابروفال بيقعد وقت وبعد كده بيحصل له ديس ابروفال تاني، وبل بيؤدي ان ممكن الاد اكاونت بتاعك ياخد بلوك. ايه حل بقى الموضوع ده؟ فيسبوك عمل حاجه جديده اسمها اللي هي البراند. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا مثلا على سبيل المثال هفترض جدلا ان انا هبيع كوتشيات اديداس على البيج بتاعتي، هل ده ممنوع؟ كان الاول لا، بعد كده بقى اه، بعد كده رجع لا تاني، بس اتعمل له شروط. ازاي بقى؟ انا بحاول ابسط الموضوع واشرحه بطريقه سهله. الفيسبوك قال لك ايه؟ قال لك ان انت ممكن تعمل اعلان فعلا لبراند، لمنتج براند على الصفحه بتاعتك، بس بشرطين. الشرط الاولاني ان الصفحه اللي انت هتعمل، اللي هي اصلا المالك الاساسي للمنتج بتاعك، لازم تكون هي عامله الاو في السيتنج بتاعت البيج بتاعتها ان انت تقدر تتاج البرودكتس بتاعتها، او ان انت تقدر تستخدم البرودكتس الاوريجينال بتاعتها. بالاضافه ان انت لازم في البوست بتاعك لازم تعمل منشن للبيج الاصليه. بالاضافه ان هم ان انت لما بتيجي تعمل الكلام ده هم عندهم الحق ان هم يعملوا له الاو او مش او ديس الاو، ان هم يقبلوه او يرفضوا، يعني يقبلوا ان انت تبيع المنتج بتاعهم او لا. وبالاضافه ان الكلام ده بيبقى عليه فلوس. انا بحاول اشرح الموضوع بس ببساطه شويه، بس الموضوع بقى ينفع بس ليه طريقه معينه. احنا مجالنا بنقدم خدمات جوه مصر، جوه مصر المصريين في الخارج مش عارفين نجيب عمر. جوه مصر للمصريين اللي في الخارج زي ايه؟ يعني زي مثلا الكهرباء والفواتير والرخصة والكلام دون، ولا حاجة تانية؟ لو هو زي ما انا قلت كده انت رقم واحد اصلا اعلانك جوجل مش فيسبوك اساسا. يعني عشان بس لو انت بتفكر في العميل اللي هو الكيو، وعايز العميل اللي هو الكيو الكواليفايد، فانت رقم واحد اعلانك جوجل، لان الناس اللي هم الاكسبكتس او اللي هم المصريين اللي قاعدين في الخارج دول بيدوروا دايما على شركات على جوجل. هو بيخش على جوجل يسيرش على شركه خدميه. اللعب هنا فين؟ انك انت ازاي توصل للكي ووردز اللي الناس دي بتسرش عليها على جوجل. ده كده رقم واحد. لو انا عايز انزل اعمل اعلان فيسبوك، يبقى انا لازم لما اجي اعمل احدد اللوكيشن احددها اكيوريت قوي، لازم اشوف انهي لوكيشنز اللي انا عايز اشتغل عليها علشان اعرف اجيب منها العميل. ومع العلم وخد بالك ان اي اعلان بيتعمل من مصر عايز تتارجت بيه ناس بره مصر، لازم تصرف جامد على الاعلان. جو $5 و$10 و$20 في اليوم ده مش هياكل مع الاعلان خالص. اقل واجب هتتكلم في $50 و$100 وانت طالع في اليوم علشان تتارجت العملاء دي من على الفيسبوك. بتعرف منين الاخبار والتحديثات؟ الاخبار والتحديثات دي انا بعرفها ب 100 طريقه. اولا انا اصلا بكونتاكتس مع الفيسبوك شخصيا بنفسي شبه كل يومين ثلاثه. يعني انا بتكلم مع الدعم الفني وبتكلم معاهم في التليفون ده كتير. ده بالاضافه ان انا على طول بحدد مع الماركتنج اكسبرت على الفيسبوك مواعيد. ده بقى الموضوع شبه اسبوعي، لازم كل اسبوع حد من الفيسبوك بيتواصل معايا وبنبدا نتكلم في الجديد لمده ساعه. ده كل اسبوع لازم بيجي لي مكالمه من الفيسبوك. ده بالاضافه ان هم اصلا على طول بينشروا الابجريدز على فيسبوك ديفلوبرز على الفيسبوك. يعني الكلام ده موجود على فكره، انا مش جايبه من دماغي، بس انت محتاج او الشخص بيبقى محتاج يقرا ويبقى فاضي ان هو يقرا بس مش اكتر. لو بعمل سبونسر لفيديو عام، يعني مش بفتح يعني ايه يعني مش منتج، ده فيديو عام قصص ذاتيه وفيديوهات عامه، هل ده برضو يبقى ليه جمهور معين وفئه عمريه واعمل ايه فيه؟ طبعا طبعا يا استاذ احمد مجدي ليه جمهور معين وفئه عمريه. وانت دلوقتي القصه بتاعتك ممكن تبقى قصه
ليه علاقة بالأطفال، وممكن تبقى قصة دراما وممكن تبقى قصة رعب. لازم تحدد. يعني أنا لو بتكلم في قصة رعب غالبا الفئة اللي بتهتم بالمجالات بالقصص الرعب بيبقى سنهم صغير. مش هتجيب واحد عنده 50 سنة يبقى عنده انترست ان هو يتفرج على قصة رعب شوية. غالبا الكاتيجوري ده بيبقى أقل من كده. بنتكلم مثلا في 18 سنة ل 30 سنة أزا ماكسيمم من وجهة نظر الشخصية يعني. وعلى فكرة عايز أقول لك على حاجة، في حاجة اسمها الأودينس انسايتس، أنت ممكن على الفيسبوك تخش تعرف الناس اللي مهتمة بالمنتج بتاعك دول فين ومين قبل ما تعمل الأودينس بتاعتك. يعني أنت ليه بتجرب؟ مع أنت ممكن تخش على الأودينس انسايتس وتبدأ تجيب، تقول والله أنا عايز الناس اللي مهتمة بحاجة معينة. هيقدر هو الفيسبوك يقول لك الناس دي موجودة أكتر في أنهي محافظة، والناس دي موجودة أكتر من سن كذا لسن كذا، والناس دي إيه الصفحات اللي هم مهتمين بيها تانية، الناس دي الانترست بتاعتها ايه، البيهيفيورز بتاعتها ايه، مارد ولا سنجل. كل ده موجود على فكره في الانسايتس بتاعت الفيسبوك يعني. فانا هنرجع تاني لسؤال استاذ احمد، موضوع القصص الذاتيه والفيديوهات. لا انا شايف ان زي ما اقول لك كده، ليهم تارجت اودينس على حسب انت بتارجت مين وايه الكاتيج او ايه التايب بتاع القصه. القصه رعب، القصه لو اطفال يبقى احنا بنتارجت سن صغير شويه، او بنتارجت الامهات لو عشان هي توريهم او عشان هي تفرج عيالها يعني. اما لو بنتارجت القصص اللي هي الشبابيه زي مثلا الحاجات الكوميدي يبقى انا بتارجت شباب، او الرعب. لو الدراما الموضوع بيفتح شويه، لان الدراما في ناس كتير بتهتم بيها، وغالبا اللي بيهتم بده على فكره في صفحات كتير نفس الفكره بالظبط. يعني انا اعرف صفحه اسمها حكايات، الصفحة دي تحفة جدا جدا، عاملين فكرة جميلة ان هم حد بيتلو قصص في حاجات منها حقيقية وحاجات خيالية بصوت فويس اوفر، والصور والقصة نفسها معمولة فيديو موشن 2D. فالموضوع ممتاز جدا، والصفحة عليها عدد فولورز رهيب يعني، وانا واحد من الناس بتابعها كل فترة يعني. لا طبعا. طب ايه احسن، اعمل اعلان يوتيوب ولا فيسبوك؟ بص فيسبوك هيوصل اسرع، يوتيوب هيبقى ستيب علشان لو انت عايز تكسب من الموضوع. يعني ايه؟ يعني لو انت عايز تكسب من الموضوع يبقى خليك على اليوتيوب، علشان انت مع الوقت مع الفيوز اول ما توصل ل1000 سبسكرايب و4000 ساعه مشاهده هتقدر تربط القناه بتاعتك باكونت جوجل ادسنس، تبدا تعمل اعلانات في وسط الفيديوز بتاعتك، تبدا تكسب وتتربح من اليوتيوب. والتربح من اليوتيوب حلو جدا، بس محتاج فولو اب، ومحتاج متابعه، ومحتاج مجهود، ومحتاج ان انت تبقى بتشتغل على الحاجه على القناه بتاعتك كتير، بتنزل بوستس على طول، قصدي بتنزل فيديوز يعني على طول عشان تكسب من الموضوع يعني. وموضوع الربح من اليوتيوب ده قصه طويله جدا 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 جدا، بس شغاله حلو، وفي ناس فعلا بتعمل فلوس من اليوتيوب، وفي ناس ما بتعرفش تعمل فلوس من اليوتيوب. بس هو الموضوع زي ما قلت لك كده، حسب انت. انا غرضي شهرة بس وابقى معروف بس، خلاص فيسبوك. لو انا غرضي الاتنين شهرة وابقى معروف وتربح، يبقى خليك فيسبوك ويوتيوب. اعمل الاعلان عليه، انت ممكن تعلن عن قناة اليوتيوب بتاعتك من خلال الفيسبوك، عن طريق ان انت تنزل الاعلان بتاعك على الفيسبوك تخليه ترافيك، او بحيث ان لما حد يكليك على الاعلان بتاعك يوديه للشانل بتاعت اليوتيوب بتاعتك. يا رب اكون قدرت اجاوبك على سؤالك يا استاذ احمد مجدي. مين نشوف كده احنا الفيورز معانا وصلوا لعدد قد ايه؟ معانا طبعا. ماشي، مين تاني عنده سؤال بخصوص السوشيال ميديا؟ مين عنده اي اسئله بخصوص الماركة؟ انا في كومنتات بتفلت مني، معلش انا هبص بس على البوست، لان انا في كومنتات بتعدي مني مش باخدش بالي منها. ماشي. لما تحب تعمل تارجتنج لمنطقه معينه وسكان المنطقه ده مفيش غير نسبه بسيطه جدا اللي عاملين ليفنج ان في المنطقه دي، ازاي تعمل اختار بس انت انزيس لوكيشن، هجيب ناس كتير من بره المنطقه دي، اختار انا هجيب ناس كتير من بره المنطقه دي، هختار اختار اقرب مكان شايل المنطقه دي، هجيب ناس كتير من المنطقه المشهوره من شايل. طيب بص يا استاذ وائل مراد، لما تحب تعمل ماركتنج لمنطقه معينه، هو استاذ وائل بيسال، لما انا لو انا عايز اعمل ماركتنج لمنطقه معينه
المنطقة دي اختار لما بختار الناس الليفنج ان بيبقى العدد قليل، ولما ده صح كده ازاي تعمل استهداف صح ليهم، اختار ريسنتلي ليفنج ان ذيس لوكيشن هجيب ناس كتير من بره المنطقة. لا ما انا هقول لك على حاجة بقى، اولا انت حط البوينتر دروب ان، يعني انت حط البوينتر دروب على الماب، مش ما تكتبش الادرس، دي حاجه. الحاجه التانيه هو الفكره كلها ليف ان، لا انت خليك في ريسنتلي ان ذيس لوكيشن او ليف، اللي هي ليف ان ذيس لوكيشن اور ريسنتلي ان ذيس لوكيشن، عشان يجيب لك الناس اللي هي بتروح وتيجي على المنطقه كتير، وفي نفس الوقت هي او الناس اللي عايشه في المنطقه، يعني الناس اللي هي كاتبه ان هي ساكنه في المنطقه او الناس اللي بتروح وتيجي، هي اللي بتتردد على المكان كتير. واقفل السيجمنتيشن لو انت بتتكلم في منطقه صغيره، يعني اقفل السيجمنتيشن ما تفتحهاش. يعني انا عايز اعرف برضو انت بتعملها كام كيلومتر او كام ميل، يعني السيجمنتيشن انت عامله قد ايه. انا محتاج كورس بس يكون متخصص اكتر، لاني اخدت كورس قبل كده واستفدت منه جدا وعايز ازود معلوماتي اكتر. والله انا كنت بدي كورسات فترة من الفترات، في الوقت الحالي نظرا لضيق الوقت بس ما بقتش ادي يا استاذ وليد، ولكن انا عملنا فكرة اللايف دي ان انا بنطلع لايف كده كل كام يوم، عشان لو حد عنده اي سؤال بخصوص السوشيال ميديا او الماركتينج وانا قدرت اجاوب عليه انا بجاوبه، مش ببخل على المعلومه. يعني احنا اوريدي ماركتنج ايجنسي، في ناس على فكره بعتت لي سؤال على البرايفت، هو انت ازاي ماركتنج ايجنسي وازاي ان انتوا بتعملوا اعلانات وفي نفس الوقت طالع بالبلدي كده تدي سهر المهنه، او انك انت تقول اعمل ده بكذا وتعمل ده بكذا، او ليه طالع تتكلم في الماركتنج، او ليه طالع تقول تحل للناس مشاكل رغم ان هم ممكن يجوا يدفعوا لك فلوس على القصه دي. بص يعني انا عندي اجابه واحده للقصه دي كلها، مش دايما العميل اللي بيرجع لشركه ماركتنج ايجنسي او لديجيتال ماركتنج ايجنسي ده العميل اللي مش فاهم، بل بالعكس ده اللي فاهم بيريح اكتر، لان دايما في ناس بتبقى متخيله ان انا لما ابخل على حد بمعلومه فهو كده هيحتاجني فيجي يدفع لي فلوس على القصه دي. الكونسبت ده انا شخصيا مش مقتنع بيه تماما، ده اكبر غلط. ليه؟ لان انا دايما بحب اتارجت العميل اللي فاهم، اللي عنده المعلومه كامله، اللي مش فاضي يعملها فجاي لي عشان اعملها له. وصلت؟ لان انا كباسم ممكن اكون بعرف اعمل كل حاجه بايدي، بس انا لو اشتغلت كل حاجه بايدي مش هلاقي وقت اعمل حاجه تاني، ما هو ده طبيعي. فدايما الافضل انك انت تتعامل مع الكلاينت اللي فاهم، بس بيجي لك عشان هو ما عندوش وقت، يعني هو بيوفر وقته عشان يستثمر الوقت ده في حاجه تانيه، وبيجي لك انت عشان انت حد شاطر وفاهم تعمل له الكلام ده، ولما ساعتها تبدا تتناقش معاه في ماركتنج بلان وفي ماركتنج تارجت اودينس، واحنا هنعمل ده عشان كذا ونعمل ده عشان كذا وهنعمل ده عشان كذا وبلاش ده عشان كذا، ساعتها انت هتبقى مرتاح وهو مرتاح. لكن فكره انك تبخل على حد بمعلومه عشان خاطر هو يجي لك، ده كونسبت غلط فوق ذو كل علم عليم. يعني ما انا اكيد مش بيل جيتس، يعني اكيد مش بعرف كل حاجه، ما اكيد في ناس اقل مني وناس اكتر مني وناس احسن مني، ده طبيعي، هي دي سنه الحياه. يعني ففكره عشان الناس اللي بعتت لي انبوكس على البرايفت، لا يا جدعان انا بطلع اتكلم عادي وما بتفرقش معايا فكره مين عايز ايه، واللي عنده سؤال انا اقدر اساعده بيه انا بساعده، واللي ما اعرفش بقول ما اعرفش، مش عيب، ما فيش مشكله فيها خالص. والله يا استاذ محمد اللي بيفهم بيريح، اقسم بالله ده احنا يعني الواحد بيشوف حاجات عجيبه والله، بس فعلا اللي فاهم بيريح. انا عايز الكلاينت اللي جاي لي يكون فاهم، ولو مش فاهم انا هفهمه، انا عايز اللي يجي لي فاهم. طب جاي لي ليه؟ ما هو ممكن يعمل الكلام ده بايده، لا جاي لي عشان هو يوفر وقت ده يعمل بيه هو حاجه تانية، ينتج اكتر، يستثمر وقته، وانا راجل قاعد فاضي متخصص للتسويق، انا والماركتنج تيم اللي معايا، انا معايا كذا ديزاينرز، كذا موشن جرافيك، فويس اوفر، مهندس صوت، مصور، ويب سايت ديزاينر، ويب ديفلوبر، تيم السيلز، يعني انا معايا تيم كامل. يعني باسم مش شغال لوحده، ايجي كونكت اعوذ بالله من كلمه، انا هو انا الاونر والفاوندر، بس انا مش شغال لوحدي، انا معايا تيم كامل. فانت جاي للتيم ده تشتغل معاه عشان انت توفر وقتك وتعمل انت برودكشن او تنتج، توفر وقتك ده في الانتاج، انك انت تزود منتجاتك، تطور عليها، ايه لكن الماركتنج دي لعبتنا، وعلشان انت بعد الماركتنج تسيل. لكن ابخل بالمعلومه يعني انا مش شايف ان ليها سبب مقنع بصراحه. يعني ثواني بعملها من 5 ساعات بعمل اكسكلود مش محتاجها. اقول لك على حاجه، ما تعملش اكسكلود،
واقول لك على حاجه تانية بقى، دي لعبه كده تركايه لو نجحت معاك مش هطلب منك اكتر من حاجتين، اول حاجه انك تدعي للعبد لله، تاني حاجه اعمل شير للبوست ده دلوقتي عشان ناس كتير تخش معانا. الكلام موجه لاستاذ وائل. يا استاذ وائل انا هجاوبك على سؤالك، هقول لك تركايه كده بسيطه جرب اعملها وشوف لو نجحت معاك انا طالب منك حاجتين، اول حاجه تدعي لي، تاني حاجه اعمل شير للبوست ده دلوقتي علشان ناس كتير تخش معانا في اللايف. والمعلومه دي في ناس كتير هتستفيد منها. لو عايز تعمل اعلان النتائج بتاعته تجيب احسن ما عندها وباقل كوست ممكن، انت معايا؟ طيب لو عايز تعمل اعلان، او خلينا نوضح اكتر، لو عايز تعمل اعلان مسجز، الاعلان المسجز ده يوصل لاكبر نتيجه ممكنه او احسن نتيجه ممكنه باقل تكلفه ممكنه، اعمل الاعلان كريتنج تيست. يعني ايه الكلام دون؟ يعني تعالى وانت بتعمل الاعلان اعمله ان انت بتعمل تيست. يعني ايه؟ تعالى بص، انا هقلب الصوره دلوقتي بدل ما تيجي عليا هاخدها انها تيجي للسكرين عشان اشرح الحته دي عملي. طيب تقريبا في مشكله في السكرين عندي، هقول لك. طب خليني اقولها لك. انت هتفتح الادز مانجر عندك، جميل كده؟ وانت بعد ما تفتح الادز مانجر عندك هتختار ان انت تعمل كريت كامبين. لما تيجي تكريت الكامبين هتلاقي عندك الاختيار بتاع الاوبجكتيف، اختار مسجز. بعد ما تختار مسجز قبل ما تدوس نيكست هتلاقي عندك حاجه اسمها كريت اي اند بي تيست، دوس عليها خليها اون. اختار الفاريبل اودينس اللي هم الفئه المستهدفه، وبعد كده دوس كونتينيو. انت هنا بتعمل ايه؟ انت هنا بتقول للفيسبوك انا عايز اجرب احسن اودينس هيتفاعلوا معايا باقل تكلفة ممكنة. فالفيسبوك دايما بيبقى عارف في الطريقة دي ان انت داخل تجرب، انت مش عارف الفئة المستهدفة مين ومش عارف تعملها صح، فهو بيبقى فاهم ان انت داخل تجرب، فدايما بيبقى من مصلحته ان هو يوصل لك لاكتر ناس ممكنة باقل تكلفة ممكنة. فانت كل اللي عليك انك انت هتخش هتختار الماسنجر وهتيجي على الفاريبل هتختار الاودينس وهتعمل له اتنين اودينس. الاودينس الاولى اعمل اللي انت مقتنع بيها اللي انت لسه قايلها دلوقتي، اللي هي ان انت هتاكسكلود الناس، وانا مش معاك في الحته دي. الاودينس الثانيه اعمل المنطقه خليها حوالي 10 ميل من 7 ل 10 ميل، وما تعملش اكسكلود لاي حد خالص. واعمل الانترست، انا عايز اعرف الـ احنا قلنا هو المنتج كان ايه؟ معلش ثواني عشان اقول لك بالظبط الاودينس تعملها ايه. مش عارف حضرتك ذكرت المنتج، ممكن يا استاذ وائل بس لو حضرتك معايا تقول لي المنتج كان ايه. هتبدا تعمل في الاهتمامات الناس المهتمه بالمنتج دوت، تمام؟ وبعد كده احنا قلنا الاول هتعمل اتنين اودينس مش اودينس واحده، الاودينس اللي انت بتقول عليها والاودينس اللي انا بقول لك عليها دلوقتي. ايه هي؟ ان انت خلي التارجت 10 من 7 ل 10، ده مش اقل من كده. الاكسكلود ما تحطش في الاكسكلود حاجه خالص. في اللانجوج ما تحطش في اللغه، سيبها فاضيه. عربي وانجليش ما تحطهاش، سيبها فاضيه. السن انا عايز اقول لك السن بس بناء على بناء على المنتج بتاعك بس. قول لي المنتج بتاعك ايه وانا اقول لك السيجمنتيشن بتاع السن والايدج بتاع السن هقول لك تعمله كام. واعمل البادجت تقريبا رينج، مثلا لو انت عايز تعمل خلي الاعلان 7 ايام از ماكسيمم، من 4 ايام ل 7 ايام، وخلي البادجت بتاعت اليوم $50، من $25 ل $50، وجرب. ان شاء الله الاعلان هيبقى نتيجته كويسه جدا. بس لو قلت لي المنتج ايه هو انا برضو هقول لك اعمل الانترست ايه. انا جالي كومنتس كتير انا عايز بس الحق ارد عليها كلها. واخبار الاعلانات اللي بص لينكد ان استاذ مينا ماهر، تعال نجيب الاسئله من الاول. ازاي احدد مبلغ للاعلان ووقته؟ مينا انا مش عارف. ازاي احدد مبلغ للاعلان ووقته؟ ما انا شرحت القصه دي في فيديو قبل كده وهرجع اقولها تاني. الفكره كلها في الاوبجكتيف بتاعه الاعلان. لو انا الاعلان بتاعي انا عندي 11 طريقه اقدر اعمل بيهم الاعلان بتاعي، براند اورنس او ريتش او انجيجمنت او مسج او فيديو فيو او ليد جنريشن او كونفرزيشن او كاتالوج سيل، كل دي طرق اقدر اعمل بيهم الاعلان بتاعي.
الفيسبوك عمل كده ريكومنديشن للبرايسنج، بمعنى لو بتعمل الاعلان ريتش فالبيست برايس ليك من 5 ل 10 دولار في اليوم، لو بتعمل الاعلان مسجز فالريكومنديشن بتاع الفيسبوك نفسه 25 دولار، ده المتوسط بتاعك. ممكن تنزل ل 10 دولار في اليوم لو في حالة ان المنتج بتاعك مستهلك، منتج استهلاكي ناس كتير بتستخدمه والمنافسة عليه مش كبيرة. المتوسط بتاع سعر المسجز 25 دولار في اليوم، ده المتوسط، ده المتوسط، ممكن تقل وممكن تزيد، ده المتوسط بيزد على المنافسين بتوعك اللي بينافسوك على الفيسبوك في الوقت الحالي، وحسب المنتج بتاعك عليه طلب كتير او لا، يعني منتج استهلاكي زي الاكل والشرب واللبس ولا لا. فده الفكرة اللي هي تسعير الاعلان. لو بنتكلم في ليد جنريشن فدايما انت ليد جنريشن يعني بسم الله الرحمن الرحيم بتتكلم من 40 ل 50 دولار في اليوم الواحد. لو بنتكلم في فيديو فيو يعني ممكن نتكلم في 15 دولار في اليوم الواحد. لو بنتكلم في اعلان ريتش او اعلان لايكس بنتكلم في 5 دولار في اليوم الواحد، او الويب سايت ترافيك برضو 5 دولار في اليوم الواحد. دي الحته بتاعت التسعيره، ودي مش اسعاري انا، دي ده الريكومنديشنز بتاعت فيسبوك على فكره، بتقل وبتزيد بنسبه 25% تقريبا بيزد على الكاتيجوري، بيزد على عدد المنافسين اللي بينافسوك على السوشيال ميديا دلوقتي او على الفيسبوك بالذات تحديدا، والمنافس بتاعك عامل الاعلان لمده قد ايه، ودافع بادجت قد ايه، وانت دافع بادجت قد ايه، فالموضوع ليه معايير كتير. يعني سياحة داخلي وخدمات سياحية. طب سياحة داخلي انت ليه عايز تقفله على منطقة معينة؟ انا مش فاهم يعني، عشان مكان الشركة مثلا؟ طب ما ممكن اتوبيسات تروح تجيب الناس من اقرب نقطة يعني سياحة داخلي مثلا. لو انا هعمل، اصل احنا اشتغلنا مع شركات سياحة كتير، لو انا مثلا بتارجت شرم والغردقة والكلام ده كله او رحلات اليوم الواحد، ليه انت عايز تقفل السيجمنتيشن اصلا على منطقة معينة؟ يعني ليه ما تبقاش القاهرة الكبرى كلها او الجيزة كلها او القاهرة والجيزة؟ يعني ده بجد فعلا انا مستغرب. يعني ايه الفرق بين الكوست كاب والبيت كاب؟ طيب بص يا عبد الرحمن، الكوست كاب والبيت كاب الفكرة كلها ان انت هنا بتقول للفيس انا عايز سعر الرسالة مثلا، وليكن على سبيل المثال انا بتارجت ان سعر الرسالة بتاعي يبقى بالمبلغ ده لا اقل ولا ازيد، تمام؟ الكوست كاب الفكرة كلها في ايه بقى؟ ان انت بتديله متوسط، ممكن يعلى عنه ممكن يقل عنه حسب الاعلان وحسب التفاعل وحسب الاودينس وحسب الاستهداف وحسب حاجات كتير قوي وحسب المنافس بتاعك، وممكن تحط له تارجت او سوري سعر رساله في البيت كاب ما يتعدهوش. يعني حتى لو المنافس بتاعك سعر الرساله بتاعته عدى، لا ما توديش الاعلان بتاعي وما تخلينيش سعر الرساله بتاعي يقل عن كده. ده الفرق ما بين الاثنين. لو عايز اعمل شركه زي ايجي كونكت وانافسكم ابدا منين؟ تبدا منين؟ بص ما ينفعش تبقى معلم من غير ما تبدا، غير ما تكون عارف تعمل شغل الصناعيه بتوعك. يعني لازم تبقى انت كل حد بيعمل شغلانه في شركتك لازم تبقى انت عارفها. انا شخصيا والله بص انا مش عارف انت بتسال سؤال بجد ولا بتهزر، بس عاوز بالله من كلمه انا يمكن ما رضيتش اتكلم عن نفسي خالص، بس يعني انت بتخليني عايز اتكلم. يعني يا عبد الرحمن، بص يا عبد الرحمن، ويا ريت الناس اللي بتتفرج عليا وبتسمعني دلوقتي هعتذر لها لو خرجت عن الموضوع لمده دقيقه واحده وهرجع للموضوع تاني. اعوذ بالله من كلمه انا. على فكره انا اونر وفاوندر ايجي كونكت زي ما قلت في بدايه الفيديو. على فكره انا بدات الشركه دي من 11 سنه، مش من سنه ولا اتنين ولا من ثلاثه. احنا اول ما بدانا الشركه واول ما بداتها اونلاين اصلا، قبل ما يبقى فيه مقر وقبل ما يبقى فيه لوكيشن وقبل ما يبقى فيه يونيفورم وقبل ما يبقى فيه تيم وقبل الكلام ده كله، وما كناش اصلا في الاول ماركتنج ايجنسي فقط، احنا اساسا في الاول كنا ويب سايت كومباني. يعني احنا كنا اول ما بدانا الشركه كنا بنعمل ويب سايت بس. بعد كده على مدار الوقت طورنا الموضوع ودخلت السوشيال ميديا وعملنا ديبارتمنت للماركتنج، لان انا اساسا انا دارس بي اتش بي ديفلوبمنت، انا قعدت 10 سنين مبرمج بي اتش بي وشغلتي وخبرتي كلها في البرمجه، وفي نفس الوقت انا اصلا خريج كليه تجاره جامعه عين شمس وعامل ماسترز في الماركتنج ودارس تسويق، فالاثنين دراستي. بس مع الوقت انا بدات بقى اطور الموضوع، وكل ما بدخل سيرفيس جديده بقيت بدرسها. يعني انا مثلا وقت ما دخلنا الفيديو موشن انا شخصيا اتعلمت موشن وبشتغل موشنز بنفسي، ولكن معايا
باشمهندسة نورهان ومعايا باشمهندس إيهاب ومعايا كذا حد هم بيشتغلوا موشن، وممكن يكونوا ناس يعني مش ممكن، هم ناس فعلا بروفيشنال وناس كريتيف جدا، بس هي الفكرة ان انت لازم تكون انت فاهم في الحاجة اللي بتعملها. يعني ما ينفعش تبيع موشن وانت مش فاهمه، ما ينفعش تبيع ويب سايت وانت اصلا مش ديفيلوبر، لازم تبقى عندك باك جراوند عن الموضوع على الاقل لو حتى مش بروفيشنال. لكن اعوذ بالله من كلمه، انا شخصيا اشتغلت كل حاجه بايدي. انا قعدت 10 سنين شغال مبرمج بي اتش بي، اشتغلت جرافيك ديزاينر فتره طويله جدا، واشتغلت موشن وخدت كورس، الكلام ده انا بكلمك على حاجه من فتره ومن سنين طويله، خدت كورس تصوير وتعلمت الفوتو سيشن ونزلت واتدربت واشتغلت فوتو سيشن وفيديو سيشن ومونتاج والكلام ده كله. فالموضوع ما جاش في يوم وليله. انا بقول لك انا كباسم شغال في المجال ده بقى لي 16 سنه، كايجو كونكت احنا شغالين من 2011، فالموضوع عمر ومجهود جبار وشغل اتغير، وشغل اتعمل الديفلوبمنت، وبدانا بويب سايت الاول، بعد كده بقينا ديجيتال ماركتنج ايجنسي، وبعد كده دخلنا شغل الموشن، وبعد كده دخلنا التصوير والفيديو سيشن والمونتاج، وبعد كده بدانا نمسك صفحات لممثلين. يعني احنا فعلا بفضل ربنا عز وجل احنا ماسكين كذا صفحه لحد لممثلين مشهورين، اخرهم الفنان محسن منصور، واللي كان دخل على الانستجرام كان هيشوف ليا صور كتير معايا يعني الحمد لله. فالموضوع تطور، ما وقفش عند حته معينه. فالصح ان انت تطور من نفسك وما توقفش في حته واحده، لازم تعمل ديفلوبمنت على نفسك لغايه، يعني انا لغايه النهارده، لغايه اليوم اللي انا بتكلم معاك فيه لايف ده، انا لغايه النهارده بتعلم وبذاكر وبشتغل وبعمل كل حاجه. يعني انا معايا تيم شغال، بس في نفس الوقت انا بذاكر وبطور من نفسي، وبنشتغل اكتر وبندخل افكار اكتر. زي ما قلت ويب سايت الاول، بقينا سوشيال ميديا، بعد كده بقينا بنشتغل فيديو موشن، بعد كده عملنا بقينا جانجل موشن، بقينا بنشتغل فوتو سيشن، بقينا بنشتغل برودكت فوتو سيشن، بعد كده دخلنا الفيديو سيشن ودخلنا الفيديو مونتاج، وبعد كده دخلنا في تصوير اعلانات الراديو والتلفزيون، وبقيت بتعامل الحمد لله بفضل ربنا عز وجل مع ناس كتير، ومنهم استاذ اسامه منير، ومنهم فويس اوفرز ثانيه. يعني الموضوع بقى بالشغل وبالمجهود وبالمعرفه وبالماركتنج، وانك انت بتبذل مجهود 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 وربنا بيكرمك فيه، بتلاقي الدنيا معاك بتبقى احسن. والاهم حاجه ان انت تخلص في عملك وفي دراستك، مش ما تبقاش فرحان بفكره كونسبت انا صاحب شركه والكلام ده، علشان الكلام ده مش يعني ما بياكلش عيش. من الاخر انت عايز تبقى صاحب شركه، اتعب اجتهد اشتغل ذاكر طول عمرك، مش تذاكر يوم او يومين او سنه، ذاكر طول. انا حتى الناس اللي معايا في التيم على طول لما كنا بنعمل ميتينجز واقعد معاهم اقول له ذاكر طور من نفسك، لو انت جرافيك ديزاينر بس لازم تبقى موشن. طب انا عايز اشتغل، حبيبي انت معايا وشغال وذاكر، وكل ما هتذاكر حاجه اكتر انا هديك تاسكس تعملها عشان تطور من نفسك اكتر فيها. فالموضوع ده مهم جدا. تعال نرجع بقى لموضوع الناس اللي بتسالنا، لو هعمل موقع كمتجر الكتروني ينفع غير المنتج كل مده معينه، ولا لازم اثبت على منتج معين؟ ما على لا ليه طب ما انت عندك يا استاذ وليد جمعه سوق دوت كوم، يعني هي مجاوباك على السؤال ده. هي سوق دوت كوم بتبيع منتج واحد؟ ما بتبيع الاف المنتجات المختلفه اللي ملهاش علاقه ببعضها. احنا على فكره كايجو كونكت، خليني اعمل اعلان لنفسنا بقى شويه، احنا كايجو كونكت مجهزين اونلاين ستور، عاملين اونلاين ستور جاهز بتستلمه في 48 ساعه، سعره 2000 جنيه، انت ممكن من خلاله تضيف عدد كاتيجوريز لا نهائي، بنبقى مطلعين لك مع الموقع ده لوحه تحكم، بتقدر تضيف عدد لا نهائي من المنتجات، وبتقدر تضيف عدد لا نهائي من الاقسام، يعني ممكن تخليها ملابس، ساعات، غسالات، ثلاجات، ايا كان الكاتيجوريز، وجوه كل كاتيجوريز تقسم لسب كاتيجوريز، وتقسم لبرودكتس بعدد لا نهائي من المنتجات وعدد لا نهائي من الصور، وعيش حياتك، ومعاك بيبقى معاك داشبورد او لوحه تحكم تقدر تعدل وتضيف وتمسح وتعمل اوفرز وكل حاجه. الفكره كلها بس الاونلاين ستور ده هو معتمد، او هو فيه على فكره سله مشتريات، وان العميل يقدر يضيف منتجاته في السله، بالاضافه ان هو فيه مساحات اعلانيه تقدر تستغلها، فانت ممكن تعمل اونلاين ستور زي ده. ولكن هو ما فيهوش بيمنت اونلاين، يعني لو انت عايز تضيف خدمه البيمنت اونلاين دي بتبقى ليها فيز وكوست ثانيه، وده غير ان انت لازم تقدم على سيرفيس البيمنت اونلاين مع البنك، بتبقى تكلفتها مع البنك حوالي 300، هم الاول كان 1000 دولار في السنه، دلوقتي نزلت ل 350 دولار سنويا، بالاضافه ل 2% عمول او 1.5% عمول على كل عمليه دفع، بالاضافه لجنيه او جنيه ونص عمول على كل عمليه دفع للبنك. يا رب اكون جاوبت على سؤالك يا استاذ وليد. استاذ هاني،
عندي صفحتين على الفيسبوك للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية، جلب أفواج أجنبية، هل مفيد أعمل إعلانات ممولة الفترة دي ولا لأ؟ هو أكبر غلط إنك عندك صفحتين، ده وجهة نظري الشخصية، أكبر غلط إنك عندك صفحتين. ليه يبقى عندك صفحتين؟ يعني أنا كايجو كونكت بشتغل في الويب سايت وبشتغل في السوشيال ميديا وبشتغل في الفوتو سيشن وبشتغل في الفيديو مونتاج وبشتغل في الفيديو موشن وبشتغل، ليه يبقى عندي 100 صفحة؟ طب ما أنا يبقى عندي صفحة واحدة وأقول إن أنا بعمل كل ده. بص كونسبت ان انت ممكن تكون انت واخد بتفكر في فكره ان انا ما احطش البيت كله في سله واحده، ما هو ده صح، بس ما السله هنا مش الصفحه، السله هنا اللي هو الاعلان. يعني انا ممكن في شويه اسوق للسياحه الداخليه وشويه اسوق للسياحه الخارجيه، ولما يجي الموسم الديني اسوق للموسم الديني اسوق للموسم الديني، لكن الصح ان كل ده يبقى في بيج واحده. انت اسم شركتك وليكن هاني توريزم، فلازم هاني توريزم تبقى معروفة انها بتعمل حاجات كتير مش حاجة واحدة. فده رأيي الشخصي. بالنسبة للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية، اجلب افواج اجنبية، هل مفيد اعمل اعلانات ممولة في الفترة دي ولا لا؟ بص هي المشكلة كلها في موضوع كورونا، الدنيا دلوقتي بقت قلق والاعداد بتزيد في البلد والدنيا خربانة، محدش عارف الدنيا راحة فين وجاية منين. فيعني لو عايز رأيي بما يرضي الله ما انصحكش، استنى دلوقتي شوية لغاية ما نشوف الدنيا راحة فين، لان محدش فاهم. يعني السعودية قالت هترجع تفتح السياحة الدينية تاني، وبعد كده رجعت قفلتها، وبعد كده قالك هيقللوا الاعداد في موسم الحج وشوية، وقالوا ان احنا هنلغي الحج خالص السنة دي. ده بالنسبة للسياحة الدينية يعني، او لو بنتكلم عن الحج والعمرة. لو بنتكلم في السياحة الداخلية فهي الناس دلوقتي خايف. انا واحد من الناس كباسم، انا كنت بطلع مصيف مره ومرتين في السنه او ثلاث مرات، مره شرم ومره الغردقه ومره ايه. انا النهارده لو دفعوا لي فلوس مش السنه دي مش هروح في حته خالص، الناس خايفه على نفسها. موضوع السياحه الخارجيه، الناس اللي هي بتيجي مصر، ما هو برضو الفكره قصه المطارات هتتفتح وبتاع، او اتفتحت هتلاقي النسبه اقل بكتير من الاول، الناس خايفه. فانا لا ما انصحكش، استنى يعني على الاقل قوي، استنى الشهر الجاي نشوف الدنيا هتبقى رايحه فين وجايه منين. عبد الرحمن عامل منشن لياسمين، اسمع الفيديو يا ياسمين، تبقى اسمع الفيديو ده يا ياسمين. مين عنده اي سؤال تاني بخصوص السوشيال ميديا؟ يا ريت للناس اللي كانت مش متابعه الفيديو ده من الاول، هطلب منكم طلب، يا ريت تعمل شير لللايف ده دلوقتي عشان ناس كتير اكتر تستفيد، وناس كتير تدخل معانا في الفيديو. عشان اللي عنده اي سؤال بخصوص الماركتنج، بخصوص التسويق على السوشيال ميديا يسألنا، واحنا هنجاوبه ان شاء الله. وبرضو هرجع اقول فوق ذو كل علم عليم، انا لو عندي معلومة مش هبخل بيها عليك نهائي نهائي نهائي. انا كمان هعمل شير للفيديو للبوست ده دلوقتي. مين عنده اي اسئله تاني بخصوص السوشيال؟ اعلان لينكد ان اخبارها ايه؟ من حيث ايه؟ بص لينكد ان هو في الاول في الاخر انا لازم تعرف ان هي منصه بتستهدف البي تو بي، وبتستهدف الـ وهل هي افضل من فيسبوك ولا لا؟ دي حاجه ودي حاجه على فكره. بص الفيسبوك هدفه انت بتستهدف بيه الاند يوزر، ده بنسبه 70-80%، يعني هو مخصص اصلا للاند يوزر او الستارت اب كومبانيز، الشركات اللي هي الصغيره او الميديوم. لكن لو احنا بنتكلم ان انا عايز اتارجت بي تو بي، او انا عايز اتارجت شركات كبيره وعايز اوصل لناس شغاله بوزيشنز معينه في شركات كبيره، يبقى طريقك لينكد ان. لكن لو انا ببيع سيرفيس، ببيع منتجات، او ان انا حتى هستهدف شركات ستارت اب، يبقى انا طريق الفيسبوك. ده بالنسبة لسؤالك يا أستاذ مينا. مين عنده سؤال تاني؟ رب أكون جاوبتك على سؤالك يا أستاذ مينا. وعبد الرحمن لو أنت معايا يا رب تكون اجابتي فهمتك انا اقصد ايه من الموضوع. الموضوع مش مجرد انك يبقى معاك قرشين فتقول انا هفتح شركه سوشيال ميديا وتضر بقى ناس. يعني هنفترض ان العجله مشيت معاك فانت هتضر ناس كتير معاك وعملاء كتير
الموضوع مش كده، لازم رقم واحد تدرس، ادرس اللي انت هتشتغل عليه وتبيعه، ادرس اللي انت بتشتغل عليه وتبيعه. هرجع اقول تاني، اعوذ بالله من كلمة، انا شغال في المجال ده من قبل موقع الفيسبوك نفسه، يعني انا من قبل موقع الفيسبوك نفسه ما يطلع وانا شغال اصلا في المجال ده. فادرس كويس اللي انت بتبيعه وطور من نفسك على طول على طول على طول. وصدقني انا، هو طبعا اكيد السؤال ده من حد سنه صغير، لو انت عايزني اساعدك بشكل شخصي في اي حاجه والله لو انا مش هتاخر. بالعكس انا بحب دايما المنافسه الكبيره والمنافسه الشريفه ما بين اي ناس شغاله في اي مجال يعني. طب طبعا شكرا ليك. لا شكرا على واجب يا استاذ مينا، ما تنساش تعمل شير للفيديو ده. بخصوص التسويق للمتجر، هل بتقوموا بالتسويق للمتجر اللي بتقدموه ولا لازم سواق؟ لا طبعا، امال احنا ايه السؤال؟ لا طبعا احنا اللي بنسوق له. استاذ وليد احنا بنسوق، احنا يا استاذ وليد احنا فول ماركتنج ايجنسي، احنا بنعمل ويب سايت وبنعمل ماركتنج كامبينز على السوشيال ميديا وبنعمل تسويق على الاعلانات وبنعمل اعلانات راديو وبنعمل اعلانات تلفزيون وبنعمل فوتو سيشن سواء للمنتجات او للاشخاص، بالاضافه ان احنا بنعمل فيديو سيشن. يعني لو انت شخصيا عايز تعمل فيديو زي اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي وحابب تطلع تتكلم واحنا نعمل لك فيديو انترو ونمنتجه لك ونعمل لك فيديو سيشن كامل، فاحنا بنعمل ده، بالاضافه ان احنا بنعمل اعلانات فيديو موشن وجانجل موشن. الفيديو موشن هو للناس كلها عارفاه اللي هو الموشن جرافيك العادي اللي هو اعلان سكريبت في او دايركت مباشر، والجانجل موشن ده اعلان من اختراعنا، فكرته ان الاعلان الموشن جرافيك عادي بس بيستارت باغنيه. لو دخلت على شان اليوتيوب بتاعتنا او على البيج بتاعتنا وعملت سكرول هتلاقي اعلانات وفيديو موشنز كتير احنا عاملينها، وجانجل موشنز كتير احنا عاملينها، الاغاني معروفه ومشهوره، فالاعلان بتاعك بيبقى اغنيه وبعد كده بينتهي بالدايركت في او. فاحنا فول ماركتنج ايجنسي، مش هنعملك الويب سايت ونبيعك، ما تقلقش احنا معاك وفي ظهرك وهتبيع، يعني هتبيع باذن الرحمن يعني باذن الله عز وجل. طب في ساعات بتجي لي عروض بيع صفحات عليها 100,000 شخص وحاجات زي كده، ايه رايك في الموضوع ده يا استاذ مينا؟ لو الصفحات اللي بتجي لك عروض عليها دي قالوا لك خد الصفحه وعليها فلوس ما تاخدهاش ليه؟ بس هجاوب اجابتي تاني، لو قالوا لك خد الصفحه وعليها فلوس ما تاخدهاش ليه؟ لان الفكره كلها ان غالبا هتلاقي الناس اللي على الصفحه دي مش التارجت اودينس بتوعك. يعني انا يا فرحتي معايا صفحة عليها 1,000,000 لايك بس الناس دي مش هم المهتمين بالمجال بتاعي، طب انا استفدت ايه؟ يعني ايه اللي انا هستفيده لما الناس تبقى عندي على الصفحة؟ اصلا على فكرة الاورجانيك بوست، يعني انت لو نزلت اورجانيك بوست على الصفحة، الاورجانيك بوست ما بيوصلش اكتر من 3% اورجانيك ريتش لعدد الفولورز الموجودين على الصفحة، وبيزيد مع الانجيجمنت مع اللايك والكومنت والشير. فالصفحات اللي هي بتتباع عليها 1,000 لايك و100 و100,000 لايك و1,000,000 لايك والله العظيم ما ليها لازمه، والله العظيم ما ليها لازمه. لو كان ليها لازمه كنا احنا كماركتنج ايجنسي انا كنت اول واحد اشتريتها. يعني احنا ايجي كونكت اهي عدد اللايكس والفولورز اللي عليها داخل في 50,000، بس المفروض ان دي ناس انترستد بالسوشيال ميديا، انترستد بالماركتنج، مش اي حد وخلاص. انا في صفحات عملاء احنا ماسكينها اكبر من 50,000 بكتير، بس هي الفكره كلها في المجال، كم واحد مهتم بده وكم واحد مهتم بده. فلا انا بقول لك بلاش الموضوع ده خالص، ده رايي الشخصي لو حضرتك عايز رايي الشخصي. انا كنت عميل عندكم وعايز اتواصل معاك شخصيا يا استاذ شريف، انا تحت امر حضرتك، حضرتك ابعت لي اي رساله على رقم 012-04-02-45 على الواتساب، انا اللي هرد على حضرتك بنفسي، هو ده الهوت لاين بتاعنا، بس الواتساب انا اللي ماسكه على رقم 012-04-02-45. ابعت لي انا اللي ارد على حضرتك بنفسي ويبقى في بيننا تواصل، وهبعت لك الرقم الشخصي على الواتساب نتكلم تليفونين مع بعض، وانا تحت امرك في اي وقت. ولو حضرتك حبيت تشرفني في الشركه في اي وقت انا ببقى موجود يوميا من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 5-6 العصر ان شاء الله. عبد الرحمن شكرا ليك حبيبي، والله انا بتمنى لك التوفيق، وعايز اقول لك على حاجه خدها حكمه مني او مش مني، يعني خدها كلمه مني من اخوك الكبير، والله 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 ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. يعني بالاخر انت عملت وتعبت واجتهدت وسعيت واشتغلت على نفسك هتوصل، يعني هتوصل. سيبك من الناس اللي بتقول لك مصر ما فيهاش شغل وما فيش حد بيعرف يعمل فلوس في مصر ومش عارف ايه والدنيا الاحباط ده،
معلش برضو انا بعتذر للناس اللي بتتفرج عليا، هخرج بره موضوع التسويق شويه وهجاوب على استاذ عبد الرحمن، لان الموضوع ده فعلا مش عايز اقول بيلمسني قوي، يعني انا بحب اجاوب عليه. بص انا هقول لك على معلومه يمكن ما كنتش عايز اقولها في الفيديو، بس انا اقولها لك يا عبد الرحمن. انا عندي 31 سنه، يعني انا مش عندي 50 سنه، انا عندي 31 سنه او 32، يا رب انا اسف، سوري، 32 سنه. انا شغال في الكارير دون من وانا عندي 16 سنه تقريبا او 15 سنه، يا رب يعني يعني انا شغال في الكارير ده من زمان جدا 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 جدا. انا كنت بي اتش بي ديفلوبر من قبل ما اخش اعدادي او من قبل اخش الثانويه العامه اصلا. انك تبقى صاحب ايجنسي، على فكره ايجو كونكت موجوده في مصر اونلاين، الاي والاونلاين مش ليجل، وانا بتكلم على اونلاين من 2011. لو بتكلم كليجل بسجل تجاري وبطاقه ضريبيه والقصه دي، على ما اتذكر السجل التجاري بتاعنا من 2015 على ما اتذكر، يعني بقى لنا 5 سنين، ده اللي هي الورق الليجل يعني. وبقى لنا 5 سنين في الفرع بتاع الهرم، لاني انا قبل الهرم كنت فاتح في مدينه نصر، وبعد ما الكونتراكت بتاعنا خلص جيت فتحت مقرنا في الهرم. احنا بقالنا هنا في الهرم 5 سنين، وان شاء الله لسه موجودين 5 سنين كمان قدام، فربنا ما يجيبش حاجه وحشه يا رب دايما. فاللي انا عايز، اللي انا هرجع اقوله لك تاني، اسعى واتعب، مصر فيها شغل، مصر فيها فلوس، هتعرف تعمل لو اجتهدت، هتعرف تعمل لو اشتغلت، هتعرف تعمل لو فكرت، لو شغلت دماغك، هتعرف تعمل لو بقيت كرييتيف، لو لعبت بره الصندوق شويه. ولكن اخلص لعملك ولدراستك كويس قوي، وحاول دايما تقدم حاجه مختلفه. الفكر والكونسبت بتاع الامبلوي وبتاع ان انا ابقى موظف بدور على فكره ان انا اخد سالري ثابت في الشهر وخلاص وابقى في الامان، هو ده مشكله ناس كتير. لكن الناس اللي هي لسه بتستارت زيك عبد الرحمن وبتبدا وعايزه تعمل، صدقني الموضوع مش صعب نهائي نهائي نهائي. انا شخصيا والله اول ما بدات ايجي كونكت الكلام ده من سنين، كان راس مالي صغير جدا جدا جدا. دلوقتي الحمد لله الموضوع اتغير واختلف، وحياتي كلها اتغيرت، والشركه كلها اتغيرت، وسيرفيس كتير بقينا بنقدمها. فصدقني مفيش مستحيل، والله ما في مستحيل. في امور صعبه هتعدي بيك زي الفتره اللي احنا فيها دي، وكورونا والدنيا واقعه والمبيعات بتتاثر شويه، ده طبيعي، ده على الكل. ولكن الاستمراريه اهم 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 حاجه في الموضوع كله. ايه علاقة الاودينس بالبيزنس بتاعك عشان تشتري صفحة؟ مش فاهم، انا بصراحة مش فاهم السؤال، مش فاهم السؤال. شكرا جدا لزوجك. لا شكرا على واجب يا استاذ مينا. استاذ يحيى بجد فعلا مش فاهم ايه علاقة الاودينس. انا كنت بقول فكرة ان هو يشتري صفحة، لا انا مش شايف، انا مش شايف ان ده حل كويس. انا شايف ان هو لو حتى بدأ صفحة من زيرو لايك وكبرها وصرف عليها اعلانات واستهدف الناس اللي هي فعلا مهتمة بالمنتج بتاعه، ده افضل 100 مرة من هو يشتري صفحة عليها ان شاء الله 1,000,000 لايك. لو بتشتغل في الملابس الرجالي او الحريمي، اعمل صفحة الحريمي وصفحة الرجالي، ولا جمع شغلي في صفحة واحدة؟ وهل تفرق في الاستهداف؟ يعني الاستهداف يبقى اقوى عمل صفحة. استاذ لطفي، صفحة واحدة، صفحة واحدة، صفحة واحدة ليهم هما الاتنين، ما 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 ما, 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 ما تقسمش. ده وجهة نظر الشخصية. بس لما هتيجي تعمل اعلان ممول، هتعمل اعلان ممول للرجالي لوحده واعلان ممول للحريمي لوحده، بس الاعلانين مش هيشتغلوا في نفس الوقت، والاعلانين مش هيبقوا ده في صفحه وده في صفحه، الاثنين على نفس الصفحه. طب لو انا عايز اشغل الاعلانين في نفس الوقت، ده ممكن، بس ساعتها انا هغير في حاجه في الاوبجكتيف او هغير في الاودينس. وهو كده كده انت طبيعي انك انت هتستهدف اودينس مختلفين، لان ده رجالي وده نسائي، بس الاثنين مش في بوست واحد، لكن الاثنين في صفحه واحده. ده رايي الشخصي. يا رب اكون محمد هو بيرد مش بيسال. على فكره محمد، محمد مجدي، انا مش عايز اقول ان انا زعلان منك كده لايف، عشان محمد كان المفروض هيطلع معايا اللايف بتاع النهارده دون، واللي برضو ما يعني انا كنت مستنيه يجي عشان يطلع معايا، بس هو ان شاء الله هيطلع في لايف جاي باذن الله. محمد هو بي اتش بي ديفلوبر معانا في الشركه هنا، وبجد من اشطر المبرمجين اللي موجودين، مش عايز اقول في مصر، عايز اقول كمان مش عايز يعني ما ببالغش لو قلت ان هو في الوطن العربي كله. وان شاء الله هنعمل حلقه، هنعمل لايف مخصص بس للويب سايت،
للي عايز يسأل عن اي حاجة ليها علاقة بالويب سايت، ليها علاقة بالهوستنج، ليها علاقة بالبروجرامينج، ان شاء الله محمد هيبقى موجود، وانا شخصيا ان شاء الله هبقى موجود، وان شاء الله هنعلن عن على ميعادها على الصفحة بإذن الله عشان نعمل لايف بس ليه علاقة بالويب سايت، ولا حد لو عنده اي سؤال بخصوص الويب سايت او بخصوص البروجرامينج عموما او بخصوص الويب هوستنج انا هبقى معاه، وان شاء الله محمد هيبقى موجود. ولا ايه يا استاذ محمد؟ شوف مين بيسأل تاني عشان في كومنتات فلتت مني. طب لو انا عملت اعلان مسجز ازاي اقدر اقيمه واعرف اذا كان افضل من نتيجة ولا كان ممكن يبقى فيه نتيجة افضل؟ بص ده موضوع فاريبل جدا، بيختلف يا استاذ مين على حسب المجال، ولكن هو طبعا كل ما الكوست بتاع الرسالة نزل كل ما كان احسن. وانا الموضوع ده اتكلمت فيه من شوية، ان انت ممكن تعمل حاجة اسمها اعلان مسجز تيست، ان انت بتكريت اتنين اودينس في نفس الاعلان. دايما الفيسبوك هنا لما بتيجي تعمل الموضوع دون بيبقى عارف ان انت بتجرب، فبيوصلك لاقل سعر رسالة ممكن بافضل نتيجة، وبيبدأ يقول لك اني اودينس انت استهدفتها احسن، ان كان ايه هي الوينر، ولا يعني ان كان اودينس ايه ولا اودينس بي ايه افضل. فدي طريقة بتقدر تعرف بيها، بالاضافة ان انت عندك حاجة اسمها البرفورمانس، بتقدر تطلع بيها ريبورتس تشوف مين الناس في الاعلان اللي فات اللي تفاعلوا معاك اكتر، من سن يعني سن 18 لسن 20، ولا من 20 ل 25، والناس دي كان مكانها فين، والناس دي كانت داخله من على الموبايل ولا من على اللاب، والناس دي كان ماسكه يعني. في ريبورتس كتير جدا بناء عليها بتبدا تعرف انت ايه احسن نتيجه. انتوا في ناس كتير ما بتستخدمش الريبورتس دي، لكن احنا يعني احنا كماركتنج ايجنسي لما باجي اشتغل لعميل بعد اول حمله الموضوع بيختلف تماما، لان ببدا افهم الناس اللي اتفعلت منين واتفعلت ازاي، وكانوا فاتحين من الموبايل ولا من اللاب، ومن سن كام لسن كام، وايه المناطق، وي 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 وي. فببدا الاعلان اللي بعديه يبقى افضل، والاعلان اللي بعديه يبقى افضل، وهكذا. الريبورتس دي اهم حاجه في الموضوع كله. الله يخليك. لا جاي والله النهارده، حصل ظروف طارئه، بس بعدين بقى هكلمك. مستنيك يا محمد، وبجد وانا بعلن اهو هنعمل حلقه مخصوصه للويب سايت وللبروجرامينج وللويب هوستنج، للي عايز يسأل عن اي حاجه انا هبقى موجود، ومحمد مجدي هيبقى موجود. محمد للعلم هو اخويا الصغير، وفي نفس الوقت هو التكنيكال تيم ليدر معايا هنا في الشركه، ومن اشطر المبرمجين اللي موجودين في مصر، وهرجع اقول ده لو ما كانش في الوطن العربي كله. ان شاء الله هنعمل حلقه مخصوصه للموضوع ده. ايه احسن مكان اسوق بيه للمنتجات، يوتيوب ولا فيسبوك؟ لا فيسبوك طبعا. الفيسبوك اصلا هو الاودينس بتاعته معموله على اساس ان انا اتارجت الاند يوزر والعميل الاستهلاكي. وعلى فكره بالنسبه لك لما طالما انت بتبيع منتجات بالنسبه لك هيبقى ارخص من اعلانات اليوتيوب. فلا يوسف حازم، انا شايف ان في فيسبوك طبعا افضل. ايه ده يوسف ده قريبنا. ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير حبيبي. لو عوزت اي حاجه كلمني وانا عنايه ليك، او سلم على الناس كلها اللي عندك بقى. مين تاني عنده سؤال؟ وليد جمعه، شكرا جدا على المعلومات القيمه دي. انا عايز اعمل موقع خاص بيا، مش ستور على مش ستور على منصه. اوكي ما ده موجود، تعالى احنا نعمله لك. ما وانا بقول لك اعمل لك ويب سايت لحضرتك انت، مش ستور على المنصه، ما تقلقش. يا استاذ وليد معلش ابعت لي رقمك في رساله على الصفحه، واحنا هنتصل بحضرتك نظبط لك القصه دي. واحنا كمان على فكره عاملين اوفرز للويب سايتس كويسه جدا، وعلى وانا لسه حتى كنت بقول محمد ومش محمد، احنا على فكره اعوذ بالله من كلمه، انا اساسا بي اتش بي ديفلوبر، ودي خبرتي عمري كله، يعني انا افنيت عمري كله قبل حتى الماركتنج، انا اساسا بي اتش بي ديفلوبر، واحنا هنا بنبني الويب سايتس فروم سكراتش. ده بالاضافه ان احنا عاملين كمان مواقع جاهزه، لو حضرتك عايز تاخد حاجه سريعه فالاوبشن ده موجود والاوبشن ده موجود. ابعت لنا بس رقم حضرتك في رساله على صفحتنا، واحنا هنتواصل مع حضرتك ونظبط معاك موضوع الويب سايت، وهيبقى موقع خاص بيك انت بالدومين بتاعك بالهوستنج بتاعك، وممكن بعد كده نعمل ماركتنج كامبين ليه كمان. يوسف حبيبي يا عم يوسف، وسلم على حازم بقى. مين تاني عنده اي اسئله؟ ما عندكش اي اسئله تانية يوسف عايز تسالها؟
سؤال متكرر، افضل بيج ولا جروب لبيع منتجات؟ بيج. الجروب اساسا يا جدعان مش معمول للبيع اصلا. الجروب، فكرة الجروب هي فكرته ان انا بجمع كوميونتي ببعضها، ناس بتتجمع على حاجة معينة، ناس شغالين شغلانة معينة، كلهم ناس كلهم ساكنين في منطقة معينة، لكن انا عايز ابيع برودكتس وعايز اعمل براند لنفسي وعايز اعمل مشروع ويكبر مع الوقت. طبعا بيج، طبعا بيج، لان انت لما اولا الجروب ما ينفعش اعمل عليه اعلان ممول، فانا اصبح ان انا هنا في الجروب مهتم ان انا الناس تعمل شير وتعمل كومنتس عشان البوست يبدا يوصل لناس كتير، وطبعا هتلاقي في ناس ليها علاقه بالموضوع وناس ملهاش علاقه، او ناس مستهدفه وناس مش مستهدفه. ولكن يا شادي البيج طبعا افضل، لانك انت هتعمل صفحه وهتبدا بقى تعمل اعلان ممول وتبدا تستهدف الناس اللي هي مهتمه بمجال عملك. تقدر تستهدف ناس ساكنه في منطقه معينه، اللي بتهتم بالنشاط معين، اللي مهتمه بمنتج معين، اللي من سن كذا لسن كذا. انت اللي بتحدد التارجت اودينس بتاعتك، لكن الجروب ما فيهوش الاوبشن ده. هاجي لك البيت وافهم منك كل حاجه عن المرج. بص طبعا انت تنور في اي وقت، بس تعالى الشغل احسن، عشان الشغل هنقعد براحتنا وهنشتغل وهوريك كل حاجه. البيت ده يبقى مش هنعرف نعمل اي حاجه من صداع الاولاد يعني. بس تعالى تنور في اي وقت حبيبي، هنا او هنا، المكان الشركه شركتك والبيت بيتك يعني. بعمل بتعمل انيميشن؟ اه طبعا، ده احنا بعمل انيميشن طبعا. احنا عاملين هنا في ايجو كونكت فوق ال 100 فيديو موشن مختلف، وعاملين حوالي 16 جانجل موشن. هقول تاني، الفيديو موشن هي الموشن جرافيكس اللي هي بتاعت اللي هي بتبقى انيميشنز، الفيديو بتعلن عن منتج معين او بتعلن عن ابلكيشن معين او بتعلن عن سيرفيس معينه. والجانجل موشن ده بيبقى زي الفيديو موشن بالظبط، ولكن بيزيد عليه كمان ان انا بعمل لك الاعلان اغنيه، واحنا عاملين فوق ال 16 اغنيه وفوق ال 100 فيديو موشن. حضرتك خش على شانل اليوتيوب بتاعتنا واتفرج على سابقه اعمالنا، اتحداك تلاقي شركه في مصر عامله الشغل اللي احنا عاملينه. او ممكن تخش على رابط انا هبعته لك في ريبلاي على الكومنت دلوقتي، اهو هحط لك الرابط في كومنت يا استاذ محمد رشيدي. ممكن تخش على الرابط ده على طول، https://vmotion.vgconnect.net. خش على الرابط اللي انا حطيته لك ريبلاي على الكومنت يا استاذ محمد رشيدي، واتفرج على سابقه اعمالنا في الفيديو موشن، وان شاء الله هتعجبك. واحنا عاملين عليها اوفرز دلوقتي كويسه جدا جدا جدا. استاذ شادي شكرا، تحت امرك يا استاذ شادي، وعنينا ليك في اي وقت. الف شكر لذوقك، تحت امرك وعنيا ليك يا استاذ محمد في اي وقت. وانا بقى اللي عايز اطلب منك طلب بجد والله، حتى لو مش هتتعامل معانا خش اتفرج على الفيديوز اللي احنا عاملينها. هحط لك لينك تاني بقى دلوقتي بتاع الجانجل، اتفرج على الفيديو موشن، اتفرج على الجانجل، هتلاقي حاجات جدا كرييتيف جدا جدا جدا، وعاملين اعلانات باغاني بموشن جرافيك، وبجيب اغنيه اصليه واعيد توزيعها واعمل لها لحن جديد، ونبدا ونعمل لها كلمات ليها علاقه بالموضوع، ونغني وبنعمل اغنيه، وبنبدا في الاخر نركب يعني نحط في فيديو موشن في الاخر دايركت في او بيشرح مجال حضرتك. فاحنا عاملين شغل الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مستني رايك، بس بص على الفيديوز واتفرج عليها وقول لي رايك فيها ايه. سيب لك برده في الريبلاي دون لينك الجانجل موشن. طيب لو حد عنده اي اسئله تاني يلا انا معاك اهو، علشان الكاميرا بدات تديني ان هي باتري لو، فعايزين نلحق نجاوب كده على كام سؤال قبل ما الكاميرا تفصل مننا يعني. نشوف كده معانا كام واحد هنا. يلا مين عنده سؤال تاني بخصوص السوشيال ميديا او الماركتنج، او حابب يسأل في اي حاجة؟ عاملة معاك ايه البطارية؟ شوفها بس والله اصلا
هي الكاميرا اللي انا بصور بيها دلوقتي دي كانون 77 دي. عموما البطاريات بتاعت الكاميرات عموما ما يعني ما بتقعدش هيلث تايم كتير، بتاخد وقت يعني، يعني بتبقى دايما لازم يبقى معاك باتري سبير يعني. يعني انا بالنسبه لي الباتري دي ممكن تقعد معايا تقريبا ريكوردينج او لايف شوت افريج ساعه مثلا. ده افريج ساعه، هي يعني هي دلوقتي بقى لها ساعه اهو. وكان في فيديو قبل كده يعني اقول مثلا بنتكلم في ساعه وربع، ساعه ونص يعني لغايه دلوقتي. انا كنت عايز اسال حضرتك في كورسات، في كورسات والله زي ما قلت انا كنت بدي كورسات قبل كده، ولكن نظرا لضيق الوقت والدربكه اللي حاصله اليومين دول وكورونا والقصه دي، فبقيت بحل الموضوع ان انا بطلع كل يوم او كل يومين لايف فيديو كده بنبدا نتكلم فيه عن الماركتنج، ولو حد عنده اي سؤال في الماركتنج انا بجاوبه وما ببخلش على حد معلومه. وان شاء الله لو في كورسات قريب باذن الله انا هعلن عنها ان شاء الله، بس هو في الوقت الحالي مفيش. انا بس بعمل اللايف فيديو ده كل فتره يعني، او كل يومين ثلاثه يعني. مين تاني عنده سؤال؟ صدق الناس المذيعين دول اللي بيقعدوا يتكلموا كتير، الله يكون في عونهم والله. انا حاسس ان انا نفسي بدأ يقفل والله من الكلام، بس ان شاء الله خير. انا بطلب من الناس بجد عشان انا محتاج فعلا السبورت دون. فكرة الجانجل موشن فكرة جديدة، واحنا نعتبر من اوائل الناس اللي عملتها، وعملنا لغاية دلوقتي 16 جانجل على اغاني مختلفة. اغلبية الاغاني اللي اتعملت دي هي كلماتي، يا ريت الناس تخش تتفرج عليها، وبجد انا مستني رأيكم ودعمكم ليا علشان نقدر نعمل حاجات تانية اكتر. واللي عايز يعمل اعلان فيديو جانجل موشن يقدر يبعت لنا رقمه في رسالة على الصفحة، ويكلمني على 012-04-02-45. لو عايز تتفرج على الجانجلز بتاعتنا خش على jmotion.ejiconnect.net، او ادخل على قناة اليوتيوب بتاعتنا، خش على اليوتيوب بس واكتب ايجي كونكت EGYCONNECT، هتخش على القناة بتاعتنا هتلاقي فيه بلاي ليست اسمها جانجل موشن، خش اتفرج على الجانجل داون. هتلاقي 16 اغنية مختلفين احنا اللي عاملينهم، يا رب يعجبوكوا، وبجد بجد مستني رأيكوا لان ده هيفرق معانا كتير جدا. انا بجهز لمحل وعايز اسس بيج على الفيس، هل ده متاح؟ طبعا يا فندم متاح، احنا اصلا فول ماركتنج ايجنسي، احنا بنأسس بنعمل ويب سايتس، بنعمل فيديو موشن، بنعمل جانجل موشن، بنعمل ماركتنج على السوشيال ميديا، على صفحات الفيسبوك، على الانستجرام، على تويتر، على يوتيوب، على جوجل ادوردز. حضرتك تقدر تبعت لنا رقم حضرتك في رساله على صفحتنا، واحنا هنكلمك ونتواصل مع حضرتك ونعرف ونعرفك كل التفاصيل باذن الله. ففي انتظار حضرتك يا استاذه دينا، ابعت لنا بس رقم تليفونك في رساله على الصفحه، واحنا ان شاء الله خلال 24 ساعه هنتصل بحضرتك ونقدر نظبط الموضوع ده مع بعض ان شاء الله. مين تاني عنده اي اسئله بخصوص السوشيال ميديا او بخصوص الماركتنج او بخصوص الويب سايت برضو؟ ومين شاف الجانجلز موشن بتاعتنا يا جدعان؟ بجد انا هحط لكم الرابط، هحط لكم الرابط في كومنت دلوقتي، علشان انا مشتاق اعرف رايكم ايه بجد والله، فعلا مشتاق اعرف راي الناس في الجانجل موشن ايه. هحط لكم رابط دلوقتي للجانجل موشن، يا ريت الناس تبقى تشوف البلاي ليست دي وتقول لي رايها. انا بحطه دلوقتي في كومنت. استاذ شريف، لو عندي مستحضرات طبيه وعايز ابتدي ابيع اونلاين، اشتغل الاول على البراند اورنس وازود الناس اللي على الصفحه واشغل البيع على طول؟ بص هقول لك على حاجه. ايم سوري، معلش انا اسف، معلش انا بعتذر. اقول لك على حاجه، لا مش لازم تبدا ببراند اورنس لو انت البادجت اللي معاك قليل ومش عايز تصرف كتير ومش او مش هتقدر تصبر يعني. ابدا باعلان مسجز واتساب او مسجز انبوكس على البيج، وفي بقى كذا طريقه تانية نقدر نقلل بيها من سعر الرساله. ولو حضرتك عايزنا نساعدك في الموضوع ده يعني برضه ابعت لنا بس رقم تليفون حضرتك على الصفحه واحنا هنكلمك نظبط لك القصه دي. بس انا لو عايز نصيحتي، لا ابدا باعلان مسجز، علشان بس ايه الدنيا مش مستحمله دلوقتي ان انا اصرف كتير واقعد مستني الناس تعرفني الاول وبعد كده ابدا ابيع. لكن هو ده الصح، الصح ان انا ابدا ببراند اورنس
وبعد كده اعمل اعلان مسجز. بس لو معكش السيوله الكافيه يبقى ابدا باعلان مسجز على طول وخليه انبوكس، بحيث ان اعلان المسجز على فكره برضو بيزود من عدد اللايكس والترافيك على الصفحه، ده بالاضافه للرسائل اللي هتجيلك من الكاستمرز، فهتبقى ضربت عصفورين بحجر واحد. كمال الدين ثانكيو، لا ثانكيو على واجب، انت تأمرني يا باشا. يلا مين عنده اسئله تاني بخصوص السوشيال ميديا؟ طيب لسه يعني لو مفيش حد يعني انا هنختم الفيديو بتاعنا بقى، يعني انا ممكن استنى دقيقه واحده كده لو في حد عنده لو حدش عنده اي اسئله تاني، عشان الشغل تحفه حبيبي يا استاذ محمد، والله بجد بشكرك ومستنيينك بقى ان شاء الله نعمل لك احنا كمان اعلان و اشتريت. يلا بينا يلا بينا نعمل جانجل وعلى فكره الجانجل انا بقول لك مش هتلاقي شركتين ثلاثه في مصر اللي بيعملوها، والله 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 اتقلدنا فيها وهي اختراعي، والله العظيم كلمه جانجل موشن اختراعي، انا اللي مخترع الموضوع اصلا، وفكره انك تعمل موشن جرافيك تبداه باغنيه وتنهيه بفي او مباشر، انا اللي عامل الموضوع ده والحمد لله اشتغلنا في مجالات كتير. يعني طيب انا كنت سعيد معاكم النهارده واتمنى ان يبقى في فيديوز لايف تانية. ممكن قول يا احمد في حاجه؟ في حد عايزني؟ طيب انا جاي حالا، واتمنى ان اكون فدتكم او عملت معلومه مفيده النهارده، وشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله في لايف تاني جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.